ثلاث وفيات وثمان وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا في أقل من ثمان وأربعين ساعة اللجنة الطبية تصدر تعليمات بإبقاء المصابين والمخالطين في منازلهم بالمناطق التي لا يتوفر فيها عزل صحي والنجار يصف الوضع الوبائي في سبها بالخطير بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مشاهدينا سلام الله عليكم نشرة الثامنة مساء من قناة ليبيا يقدمها أحمد جويحان وفاتن اللامي أهلا بكم مشاهدينا وفي الثامنة تتابعون أيضا اللجنة الطبية الاستشارية بالواحات تعقد اجتماعا طارئا لمتابعة مستوى انتشار وباء كورونا أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية اليوم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أوضحت اللجنة في منشور لها أن 10 إصابات تم تسجيلها في مدينة لبيار وأربع حالات في جدابية من جانبه أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ببلدية جدابية بأن ثلاثا من الحالات المسجلة في المدينة كانت لقادمين من مدينة سبها فيما ترجع الحالة الرابعة لمواطن من المدينة مخالط لحالتين قادمتين من الجنوب وعلى الفور شرعت فرق التقصي والرصد والاستجابة السريعة ببلدية جدابية في حصر المخالطين وعزلهم وتجميع عينات الاختبار التي بلغت 39 عينة حتى الآن من جانبها أصدرت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا فتحية العريبي أصدرت تعليماتها بإبقاء جميع المصابين بالفيروس والمخالطين لهم حتى من لم تظهر عليهم أعراض المرض في منازلهم مدة لا تقل عن أسبوعين مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية. جاء ذلك في قرار وجهته أمس لكافة اللجان الفرعية في البلديات والمدن طالبت فيه بضرورة إحالة المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية إلى الأماكن المعدة من قبل وزارة الصحة لإيوائهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وأوضحت العربي أن القرار جاء على خلفية التغير الذي طرأ على الوضع الوبائي في البلاد والدخول في المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الوباء كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثلاث حالات وفاة في مدينة سبها بسبب فيروس كورونا المستجد. هذا وارتفع عدد الإصابات إلى 595 بعد تسجيل 24 إصابة جديدة في حين تماثلت 13 حالة للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 116 تفاصيل الوضع الوبائي نتابعها في هذا التقرير عداد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا يواصل الإرتفاع يقابله أيضا ارتفاع في أعداد من تمكن منهم الفيروس وفارق الحياة المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل ثلاث حالات وفاة في مدينة سبها يوم أمس و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 13 حالة للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 116 المركز أفاد في بيانه رقم 108 بأن الحالات توزعت على مدن طرابلس بتسع حالات كلها مخالطة وسبها بثمان حالات منها ثلاث حالات جديدة وخمس مخالطة بالإضافة إلى مصرات التي سجلت أربع حالات جديدة أما الحالات الثلاث الأخرى فقد توزعت على مدن جدابيا والبريقا وبن جواد ليصل عدد الإصابات إلى 595 حالة منها 469 حالة نشطة بالإضافة إلى 13 حالة وفاة وجدد المركز تنويهه للمواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافه الشخصيه وطالب بعدم مغادره المناطق التي ينتشر فيها الفيروس حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعه للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي من جانبها طالبت اللجنه الوطنيه للسلامه الحيويه والاخلاقيات البيولوجيه طالبت المواطنين بعدم تناقل الاخبار المشككه بوجود فيروس كورونا في ليبيا مشيره الى ان تناقل مثل هذه الاخبار تسبب في تفاقم الوضع الوبائي في البلاد أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة أن إجمالي الحالات النشطة في المدينة وصل إلى سبع حالات بعد تسجيل حالة جديدة لمواطن من البلدية وحالتين لوافدين من خارجها وحذرت اللجنه في بيان لها على صفحتها الرسميه من تفاقم الوضع واتجاهه نحو مفترق خطير داعيه جميع المواطنين بالبلديه الى ضروره تطبيق الاجراءات الاحترازيه وطرق الوقايه وتطبيق الحجر الصحي أكد رئيس الغرفة الأمنية المشاركة رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا براس لانوف العميد إدريس الصعيطي أن كافة الأوضاع تحت السيطرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في بلديه خليج السدره الصعيدي الصراحة. اوضح ان الحاله تم نقلها الى قسم العزل الصحي بمدينه بنغازي وان فرق الرصد والتقصي باشرت مهامها في جمع بيانات المخالطين للمريضه العميد الصعيدي طالب كافه اهالي بلديه خليج السدره بتطبيق قرار حظر التجول وتهيئه انفسهم لامكانيه زياده ساعات الحظر الى مده 24 ساعه فيما طلبت شركة راس لتصنيع النفط والغاز من مستخدمي الشركة في النظام النهاري القاطنين بمدينة بنجواد بعدم الالتحاق بمواقع العمل حتى إشعار آخر، وذلك بعد التطور الوبائي الأخير بالبلدية. أضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم إغلاق المركز الطبي لمدة 72 ساعة كإجراء احتياطي بحكم أنه من ضمن الطاقم الطبي المساعد قريبة من الدرجة الأولى للحالة. التي اعلن تأكيد اصابتها بفيروس كورونا بمدينه بنجواد، كذلك حجر الطاقم الطبي والطبي المساعد العاملين بالمركز من اجل اخذ العينات واجراء التحليل اللازم، ودعت الشركه جميع مستخدميها وقاطني المدينه السكنيه الى ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. وصف المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار الوضع الوبائي في سبها بالخطير مشيرا إلى أن تهاون الناس وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية هو ما زاد من تفاقم الوضع النجار أحمد وفي تصريح أمس لقناتنا قال إننا لو رفعنا من عدد التحاليل اليومية في سبها إلى 300 فسيتم تسجيل أكثر من 100 إصابة يوميا انفجار الوضع الوبائي في سبها رفع من حالة الإصابة اليومية بشكل ملحوظ وفاقم الوضع الوبائي العام في ليبيا هذا ما قاله المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار والذي أرجع سبب ما يحدث في سبها من زيادة في الحالات وبشكل كبير إلى عدم الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية البؤرة اللي في سبها صراحة تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى تركيز المجهود الفني وتحتاج إلى تدخل الجهات الأمنية لفرض هذه التعليمات ضروري جدا كان هذا بيقعد المرض ينتشر كل يوم نسجل حالات جديدة كل يوم نسجل حالات جديدة م. وربما يتفاقم الأمر وغرف العزل كانيات مهيش في الشكل الجيد في مدينة سبها النجار في مقابلة مع قناتنا قال إن الفيروس ينتشر في سبها بشكل خطير كاشفا عن أن قلة المشغلات والتحاليل اليومية التي تجرى هي ما تقف عائقا أمام الوصول إلى أعداد الإصابات الحقيقية بالمدينة في سبها يعني لك المرض منتشر بشكل كبير بين الناس ولو نزيدوا في عدد التحاليل أنا متأكد لو نديروا مثلا 300 تحليل حيطلع أكثر من مئات شخص مصاب في اليوم الواحد؟ في سبها في اليوم الواحد؟ ممكن حتى في اليوم الواحد سبها المشكله لو لم تتم اتخاذ اجراءات سريعه وفعاله على الارض وينتبهوا الناس انهم يمروا بمرحله خطيره يعني انا نقول لك المرض حيزيد يتفاقم وعدد الوفيات حيزيد من كبار السن خاصه ومن الفئات ذات الاختصار وحسب النجار دائما فان الفرصه ما زالت قائمه لضبط الوضع من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازيه كاشفا عن حمله توعويه كبيره سيطلقها المركز للتواصل مع السكان في سبهه وتوعيتهم بخطوره هذا الفيروس عقدت اللجنه الاستشاريه او الطبيه الاستشاريه الفرعيه بالواحات اليوم اجتماعا طارئا استعرضت خلاله العديد من المواضيع في اطار متابعه مستوى انتشار وباء كورونا على المستوى الوطني. اللجنه اوصت خلال الاجتماع بجمله من الاجراءات ابرزها التقيد التام بتطبيق ساعات الحظر واتخاذ ما يلزم من اجراءات وترتيبات تكفل تحقيق ذلك وانفاذ القانون حيال المخالفين ومنع الدخول والتنقل الى مناطق الواحات وتفعيل عمل البوابات الامنيه بما يحقق ذلك اضافه الى الاغلاق التام للمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقه والباعه المتجولين ومحطات نقل الركاب بحث عميد بلدية شحات خلال اجتماع أمس مع لجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر بحضور كافة الأجهزة الأمنية بشحات ومندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا بحثوا المستجدات الصحية الأخيرة نعم فاتن الاجتماع تطرق إلى كيفية استمرار العمل لمكافحة فيروس كورونا والمطالبة بتوفير النواقص من الجهات ذات الاختصاص إلى جانب المطالبة بتوفير أجهزة بي سي آر أو بي سي آر خاصة بعد أن تم توفيرها في العديد من المناطق ما عدا الجبل الاخضر ما سبب في تاخير ظهور نتائج عينات التحاليل التي يتم ارسالها الى البلديات الاخرى قام المركز الوطني لمكافحه الامراض في تازربو بزياره مكتب الرعايه الصحيه بالمدينه واخذ عينات من العناصر الطبيه والطبيه المساعده لفحصها كما زار المركز مستشفى تازربو وقام باخذ عينات من العناصر الطبيه فيه وذلك باعتبار ان جميع العناصر الطبيه والطبيه المساعده في المرافق الصحيه هم الخط الامامي لمواجهه فيروس كورونا قام وفد من اللجنه العلميه الاستشاريه لمكافحه جائحه كورونا امس بزياره الى مدينه جادو للاطلاع على التجهيزات الخاصه بمركز الحجر والعزل واحتياجه. هذا واوضحت ال... او اوضحت بلديه جادو في صفحتها الرسميه ان الجوله الميدانيه للوفد شملت مستشفى جادو العام ومركز الحجر والعزل بالمدينه للوقوف على الاعمال المنجزه بالمركز حيث اوضح رئيس اللجنه العلميه خليفه البكوش انه سيتم تجهيز مستوصف شكشوك كمركز لعزل الحالات التي قد تحتاج إلى عناية فائقة وسيتم تجهيزه في مدة أقصاها عشرة أيام قام المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي وبالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بتجهيز فريق وتوجيهه إلى مدينة أمس للبدء في عملية المسح العشوائي والاستدلال على الحالة الوبائية لجائحة كورونا في المدينة وحسب اللجنة الاستشارية الطبية فقد قام الفريق بتدريب فرق الرصد الطبية على طرق المتبعة في عملية المسح العشوائي الميداني من خلال ورشة عمل يجري بعدها الإشراف على عمل عمليات المسح داخل مدينه طبرق. بحث رئيس المجلس التسييري لبلديه طبرق فرج بالخطابية مع نظيريه ببلديتي مساعد وبير لشب ومديري الامن واللجنه الاستشاريه لمكافحه كورونا اوضاع مواطني البلديات العالقين في مصر. الخطابيه وجه خلال الاجتماع دعوه الى وزيري الداخليه والصحه بالحكومه الليبيه لحل مشاكل العالقين في مصر. كما طلب عمداء البلديات بالتعاون من أجل استقبال العالقين التابعين لهم هذا وقد باشرت بلدية طبرق في تسجيل المواطنين العالقين في مصر من بلديات طبرق ومساعد وبئر الأشهر رغم ارتفاع عدد الاصابات في مدينه بنغازي الا ان المواطنين ابدوا عدم التزامهم بتوصيه اللجنه الطبيه الاستشاريه فيما يخص التباعد الاجتماعي. عام فاتن حيث تشهد الاماكن العامه والاسواق والمنتزهات اضافه الى كورنيش المدينه ازدحاما من المواطنين رغم التحذيرات العديده من انتشار وباء كورونا في 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 المدينه بشكل كبير، مراسلنا في بنغازي رصد لنا الاوضاع في المدينه وعاد لنا بالتقرير التالي. بعد ان اعلنت اللجنه الطبيه الاستشاريه ظهور حالات جديده في مدينه بنغازي وصلت الى اكثر من 12 حاله لا زال الوضع كما هو عليه دون اي اجراءات احترازيه من قبل المواطنين، الصوره كما هي عليه في مدينه بنغازي والمواطنون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. الحق نقلهم يطلعوا يطلعوا بين الله يطلعوا يطلعوا مع انه هو المفروض يلتزم البيت يعني بش حفاظا عليه هو وعلى بلاده يقول لك الوقايه خير من العلاج والله يمنح... والله الحظر دوله حظر من 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 سبعه لسبعه والله ما طبقوه اللجنه الطبيه الاستشاريه وفي مؤتمرها اليومي اعلنت بان الوضع الوبائي اصبح خطيرا ويجب على المواطنين اخذ الحيطه والحذر وعدم التجمع سواء في الاماكن العامه او الخاصه اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بدورها حذرت المواطنين من إمكانية تفشي الوباء في عدد من المدن والمناطق الليبية نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون انتشار الجائحة. اللجنة أضافت أيضا في بيانها بأنها غير مسؤولة عن الاختراقات التي حدثت من قبل المواطنين إزاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه المرض، وأن اللجنة قد فعلت كل ما لديها من إجراءات والبقيه تاتي على عاتق المواطنين اذا ما تمر به مدينه بنغازي هذه الايام مع ازدياد عدد الحالات التي اظهرت نتائج التحاليل انها موجبه ومصابه بالمرض والتوصيه لكافه المواطنين باتخاذ الاجراءات اللازمه الى حين انتهاء هذه الجائحه مالك بخطوه لقناه ليبيا بنغازي تواصل اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنا برنامجها التدريبي للأطقم الطبية وطبية المساعدة في مجال مكافحة وباء كورونا حيث نظمت أمس دورة بمستشفى مرتوبة القروي تناولت آخر مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية تشخيصه بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها والطرق الصحيحة لاستخدام معدات الحماية الشخصية والطرق الصحيحة لأخذ العينات وكيفية نقلها وحسب مركز الرصد والاستجابة الأولية بدرنا فستستمر الدورات لتشمل كل المناطق المجاورة بهدف التدريب والتطوير مع الفريق الطبي المميز في مجال مكافحة وباء كورونا قامت إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة نمساوية أو إم في بتسليم عدد من المستلزمات والمعدات الطبية لمستشفى الشهيد محمد المجريف بمدينة جدابي هذا وشملت المعدات أجهزة إنعاش وتخطيط القلب وأجهزة تحديد نسبة الأكسجين في الدم وغيرها من الأجهزة ذات الأهمية بالعناية المركزة كما اشتملت أيضا على المستلزمات الطبية كالقفازات المعقمة وبدل العمليات بدل العمليات والكمامات والضمادات والقطن الطبي قال مدير فرع شركة الخدمات والنظافة زليتن انه ناقش خلال اجتماعه مع عميد البلدية المكلف بعض المشاكل التي تواجه فرع الشركة بزليتن وتم الاتفاق على صيانة بعض الآليات التابعة لمكتب خدمات سوق الثلاثاء وحصر الآليات داخل المدينة لصيانة باقي الآليات التابعة لبلدية زليتن تم الاتفاق مع السيد العميد على صيانة بعض الآليات التابعة لمكتب خدمات سوق الثلاثاء مبدئيا وحصر الاليات داخل المدينه لدعم الفرع بصيانه باقي الاليات التابعه لباقي المراكز في البلديه اجتماع الشركه في فرع الشركه في مدينه مصراته تم التواصل مع المجلس البلدي مصراته باعتبار اداره الشركه داخل في نطاق بلديه مصراته ومراسلة والتواصل مع وزارة الحكم المحلي والجهات المختصة في الصراع في صرف مخصصات الشركات قال رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان صلاح بركات إن اللجنة رفعت قيمة السيولة المخصصة للمصارف العاملة بالبلدية من 12 مليون ونصف المليون إلى 26 مليون دينار ليبي وبين بركات ان هذه المبالغ وزعت على فروع مصارف غريان مشيرا الى ان هذه الزياده جاءت بعد جهود حثيثه بذلها مسؤولون من المجلس البلدي ولجنه الازمه بغريان بالتعاون مع مدري فروع المصارف بالمدينه من اجل رفع قيمه السيوله المخصصه للمصارف العامله ببلديه غريان أعلنت الشركة العامة الكهرباء أن العمل جار على إرجاع التيار الكهربائي إلى كافة منطقة العزيزية وضواحيها خلال الأيام القادمة. مشيرة إلى أنها تواصل أعمال الصيانة في المنطقة الشركة أوضحت في بيان لها أنه تم الانتهاء من صيانة وشد الأسلاك لبعض خطوط الوحدات السكنية بالمدينة حيث شملت مناطق عمارات الراس وقرية جمال عبد الناصر كما تم إيصال التيار الكهربائي إلى أبراج الراس وباقي الأبراج المرتبطة بهوائيات شركتي لبيانا والمدر أقيم في مدينة بني وليد حفل افتتاح المقر الجديد لمكتب السياحة بحضور عميد البلدية وعدد من مسؤولي القطاعات وجمع من أهالي المدينة مدير مكتب السياحة بالمدينة عبد الله الناكوع قال لقناتنا إن قطاع السياحة يستعد لإطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة في الفترة القادمة والتي ستسهم في تنشيط السياحة الداخلية في البلاد. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. في خطوه لتنشيط السياحه الداخليه في ليبيا نظم مكتب السياحه بمدينه بني وليد حفل افتتاح لمقره الجديد بحضور عميد البلديه وعدد من مسؤولي القطاعات وجمع من اهالي المدينه اليوم بفضل الله تم افتتاح مكتب السياحه ببني وليد آه الذي تم صيانته وترتيبه آه طبعا بحضور السيد عميد بلديه بني وليد وعدد من القطاعات داخل المدينه مدير مكتب السياحه بالمدينه عبد الله الناكوع قال لقناتنا ان قطاع السياحه يستعد لاطلاق عدد من الفعاليات والانشطه في الفتره القادمه من بينها رالي شميخ الصحراوي ومهرجان بني وليد السياحي والتي ستهتم في تنشيط السياحه الداخليه في البلاد طبعا السياحة في بني وليد لها دور كبير في تنشيط الحركة السياحية وفي الوقت الحاضر السياحة الداخلية طبعا عندنا إن شاء الله في المستقبل حيكون لنا مهرجان إن شاء الله ربي في البلاد بإذن الله حيكون مهرجان بني وليد السياحي في المستقبل وعندنا عدة نشاطات أخرى من توثيق معلومات عن ما يخص الآثار والمواقع السياحية داخل المدينة مدير مكتب السياحة كشف عن وجود نحو 4500 موقع أثري في مدينة بني وليد تعود لحقب تاريخية مختلفة من أبرزها مدينة بنت الليس ومسلات وادي المردوم مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهذه المواقع لإحياء السياحة في البلاد فاصِل قصير وتتابعوننا في الثانية وزراء الخارجية بالجامعة العربية يؤكدون على وحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي في شؤونها اهلا بكم من جديد هذا تذكير باهم العناوين. ثلاث وفيات و38 اصابه جديده بفيروس كورونا في ليبيا في اقل من 48 ساعه. اللجنه الطبيه تصدر تعليمات بابقاء المصابين والمخالطين في منازلهم بالمناطق التي لا يتوفر فيها عزل صحي. النجار يصف الوضع الوبائي في سبها بالخطير بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقد اليوم الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيه العرب بشان تطورات الاوضاع في ليبيا برئاسه سلطنه عمر. حيث اكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بطلب من مصر عبر الفيديو كونغر... كونفرنس على وحده واستقلال الاراضي الليبيه ورفض كل انواع التدخل الخارجي فيها مع ضروره قيام الامم المتحده والمجتمع الدولي بالزام كل الجهات الخارجيه بسحب المرتزقه من كافه الاراضي الليبيه. ما يحدث في ليبيا من مستجدات سياسيه وميدانيه طرح للنقاش في اجتماع طارئ لمجلس الجامعه العربيه على مستوى وزراء الخارجيه العرب الذي عقد عبر تقنيه الفيديو كونفرنس بطلب من مصر فحوى الاجتماع تلخصت في عده بنود طرحها البيان الختامي تمثل اهمها في الالتزام بوحده وسياده ليبيا وسلامه اراضيها ولحمتها الوطنيه واستقرارها مع التجديد على ضرورة العمل من أجل استعادة الدولة الليبية بعيداً عن أي تدخلات خارجية. البيان أكد أيضا على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي، مع التأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، وآخرها مؤتمر برلين. كما لم يستثني البيان بالذكر الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في في جهود انهاء الازمه الليبيه مجلس الوزراء العرب تطرق الى التدخلات الخارجيه ايضا مشددا على رفضه لها وضروره منعها ايا كان نوعها ومصدرها والتي قال انها تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيين الاجانب الى ليبيا وكذلك انتهاك القرارات الدوليه المعنيه بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقه التاكيد كان ايضا على ان التسويه السياسيه بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعوده الامن والاستقرار اليها والقضاء على الارهاب كما اعرب البيان عن القلق الشديد من ان التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتازم في ليبيا اما فيما يتعلق بالمبادرات فقد رحب البيان بكل المبادرات والجهود الدوليه وجهود دول الجوار الراميه الى وقف العمليات العسكريه واستئناف العمليه السياسيه في ليبيا برعايه الامم المتحده مع الترحيب باعلان القاهره بشان ليبيا الذي يرتكز على ان الحل في ليبيا يجب ان يستند الى الاتفاق السياسي البيان اعرب كذلك عن الدعم الكامل لجهود بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا والهدفه للتوصل الى تسويه للازمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم 2510 مع ضروره التوصل الفوري الى وقف دائم لاطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمه وشامله لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار مباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة خمسة 5 زائد 5 والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين تمهيدا لإجراء انتخابات كما شدد البيان على قيام الامم المتحده والمجتمع الدولي بالزام كافه الجهات الخارجه بسحب المرتزقه من كافه الاراضي الليبيه والعمل على توحيد المؤسسات العسكريه والامنيه في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزقها. وقال أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم عبر الفيديو: إن هذا الصراع باتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديدا لسلامة ووحدة ليبيا وأمن واستقرار دول الجوار والأمن القومي العربي. اشدد ابو الغيط على ان التدويل المتزايد للازمه الليبيه مرفوض في ظل تفاقم التدخلات العسكريه الاجنبيه المكشوفه في الصراع والخلقات المتكرره والمعلنه لحاضر السلاح والاستخدام الممنهج للمرتزقه والمقاتلين الاجانب الى ليبيا ما جعل من ليبيا مسرحا اخر للتدخل الخارجي والاستهداف الاقليمي لاحدى الدول الاعضاء في الجامعات العربيه كما اكد وزير الخارجيه المصريه سامح شكري على عدم تواني مصر عن اتخاذ اي اجراء يكفل منع وقوع ليبيا تحت سيطره الجماعات الارهابيه المسلحه شكري وخلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم أكد أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا وأنها لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه محذرا من تبعات استمرار التدخلات الأجنبية فيها لدعم الجماعات الإرهابية ومؤكدا موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وحرصها على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف واهتمامها البالغ بإنجاح كافه مسارات برلين السياسيه والاقتصاديه فضلا عن مسار خمسه زائد خمسه الذي سيضع الترتيبات الامنيه والعسكريه المتوافق عليها حيث اكد دعم مصر بقوه لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الامم المتحده دعا تكتل احياء ليبيا جامعه الدول العربيه لسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق جاء ذلك في رساله وجهها رئيس التكتل عارف النايض الى الامين العام للجامعه احمد ابو الغيط حيث جاء في الرسالة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجامعة العربية لمناقشة سحب الاعتراف من المجلس الرئاسي خلال اجتماعاتهم حول ليبيا باعتبار أن الرئاسية عرض الأمن القومي الليبي والعربية للخطر الحاقا برساله مؤرخه في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي ارسلها رئيس تكتل احياء ليبيا عارف نايض للمبعوث الاممي السابق غسان سلامه بشان سحب الاعتراف من المجلس الرئاسي، دعا تكتل احياء ليبيا جامعه الدول العربيه لان تكون السباقه الى هذه الخطوه باعتبار ان الرئاسي عرض الامن القومي الليبي والعربي للخطر. التكتل ناشد الجامعه العربيه سحب الاعتراف من الرئاسي الذي وقع معاهدات واتفاقيات غير قانونيه وغير مصادق عليها من البرلمان الليبي عرضت الامن القومي الليبي والامن القومي لدول الجوار للخطر واوشكت على ان تؤدي الى تصادم اقليمي مروع وحرب اهليه جديده داميه واشار التكتل الى الرساله السابقه التي وجهها رئيسه للمبعوث الاممي والتي طالبه من خلالها بسحب الاعتراف الاممي من المجلس الرئاسي وحكومته قبل ان يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطله مع تركيا وغيرها. وتطرقت الرساله الى عده جوانب قانونيه فيما يخص وضع الرئاسي، حيث اشارت الى ان المجلس الرئاسي غير منتخب ولم يختره جسم منتخب، فهو لا يجسد اراده الشعب التي هي اساس الشرعيه. اضافه الى انه قد فشل مرتين في نيل ثقه الجسم التشريعي المنتخب لحكومته التي لم تؤدي اليمين الدستوريه امام البرلمان كما انه خسر كل القضايا المرفوعه ضده في المحاكم الليبيه والتي حكمت في عده قضايا بانه ليس ذا صفه وبان اجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونيه في ليبيا وبذلك فهي تعد جرائم اقتصاديه لا تسقط بالتقادم تكتل إحياء ليبيا أوضح أيضا أن الرئاسي بشكله الحالي هو مجلس منقوص وفقد جل أعضائه إما بالاستقالة أو بالمقاطعة ويفترض في قراراته أن تكون جماعية مذكرا بنص اتفاق الصخيرات والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري الذي يمنح الرئاسي مدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر في حين أنه يتم السنة الخامسة حاليا من استبداده بالحكم التكتل أشار إلى أن الرئاسي لا يبسط سلطته إلا على أقل من عشرة بالمئة من مساحة ليبيا وأقل من واحد بالمئة من ثرواتها ومع ذلك فهو يستخدم الاعتراف الأممي ليتحكم في مئة من الموارد المالية للشعب الليبي منبها إلى أنه خاض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا دون مصادقة البرلمان الشرعي كما أنه استعمل أموال الشعب الليبي لتمويل مجموعات إرهابية كسرايا بنغازي وشورى درنا وغيرها تكتل إحياء ليبيا سلط الضوء في رسالته على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي وقعها الرئاسي دون الرجوع إلى البرلمان الشرعي والتي جلب من خلالها أكثر من عشرة آلاف إرهابي مرتزق إلى ليبيا وأطنانا من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر في خرق واضح لحظر توريد الاسلحه المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الامن. استنادا الى كل ما سلف، دعا رئيس تكتل احياء ليبيا عارف نايض الامم المتحده الى ان تطبق المعايير الدوليه للاعتراف بالسلطات التنفيذيه على المجلس الرئاسي وحكومته وسحب الاعتراف الاممي لوقف هذا التوريط المستمر لشعب باسره. ووقف التصرفات المهدده لامن المنطقه وانفاق اموال الشعب الليبي من قبل جهه ليست ذات صفه حسب المحاكم الليبيه معولا على جامعه الدول العربيه ان تكون سباقه في سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومه الوفاق أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلا بالمنطقة الشرقية اليوم عن تأييده للمبادرة المصرية للحل السياسي في ليبيا وما جاء فيها من بنود مثمنا كذلك ما جاء في كلمة الرئيس المصري حول ليبيا. المجلس أوضح في بيان لها أن دور جمهورية مصر العربية جاء ليضع حدا لعبث الأتراك ودفاعا عن عمقها الاستراتيجي وأمنها وأمن ليبيا القومي والأمن القومي العربي مشيرا إلى أن الموقف المصري يؤكد مدى متانة الع العلاقة بين مصر وليبيا ويعيد للذاكرة وقوف ليبيا مع مصر في الحرب ضد الكيان الصهيوني في عام 1973 ويجسد مدي العلاقة بين الشعبين والامتداد التاريخي للبلدين وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتهامه لتركيا بانها تلعب لعبه خطيره في ليبيا هذا وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد في باريس على اهميه وقف التدخلات الاجنبيه في ليبيا من جانبه قال الرئيس التونسي ان السلطه الحاليه في طرابلس سلطه مؤقته ويجب ان تحل محلها سلطه شرعيه جديده تابعه من اراده الشعب الليبي هكذا استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التونسي قيس سعيد داخل قصر الاليزي بالعاصمه باريس. ناقش الطرفان على طاوله الحوار العديد من الملفات وكان الملف الليبي ابرزها. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شن هجوما لاذعا على تركيا واتهمها بانها تلعب لعبه خطيره في ليبيا. مشددا على اهميه وقف التدخلات الاجنبيه. حيث قال إن من مصلحة الجميع وقف الحرب في ليبيا ووقف التدخلات الخارجيه كما حذر من ان انقره تخرق كل الالتزامات التي تعهدت بها في برلين وانا قلت بوضوح كبير للرئيس اردوغان انا اعتبر اليوم ان تركيا تلعب في ليبيا لعبه خطيره وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين من جانبه قال الرئيس التونسي ان السلطه الحاليه في طرابلس مؤقته في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومته ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة نابعة من إرادة الليبيين. وعلى الصعيد ذاته بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي تطورت الأزمة الليبية وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار. المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جادير وفي بيان صحفي أكد أن ترامب وماكرون بحثا اهم القضايا الثنائيه والاقليميه واتفقا على الضروره الملحه لوقف اطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات بين الاطراف الليبيه في اسرع وقت ممكن واكد ترامب وماكرون انه يجب وقف التصعيد العسكري من قبل جميع الاطراف بشكل فوري بهدف منع تحول النزاع الليبي الى مواجهه اكثر خطوره وغير قابله للحل موقف فرنسي ليس بالجديد فقد دأبت باريس في الاونه الاخيره على اتهام انقره بتغذيه الجماعات الارهابيه ونقل الارهابيين الى ليبيا وهو موقف متناغم مع الموقف المصري القديم الجديد والذي لاقى ترحيبا واسعا من الاطراف الدوليه سواء على صعيد اعلان القاهره او كلمه الرئيس السيسي حول ليبيا والتي حذر فيها تركيا والميليشيات التي تدعمها من مغبة التقدم باتجاه مدينة سرت ومنطقة الجفرة وسط البلاد أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري وليد المعلم أن ليبيا ضحية الأطماع التركية مؤكدا دعم بلاده لإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم أن أو إن دمشق مستعدة لدعم مصر في حماية أمنها القومي دعا وزير الخارجيه الروسيه سيرجى لافروف إلى وقف فوري لاطلاق النار في ليبيا. صحيفه الشرق الاوسط نقلت عن مصدر بالخارجيه الروسيه ان لافروف قام باجراء محادثات مع وزيري خارجيه مصر وتركيا مبينا ان الاطراف الخارجيه يجب ان توفر الظروف المواتيه لحوار شامل بين الاطراف المتصارعه في ليبيا. التقى وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي امس مع قائد القياده العسكريه الامريكيه بافريقيا الجنرال ستيفن تاونسند بحضور سفيري الولايات المتحده الامريكيه لدى تونس وليبيا وقالت وزاره الدفاع التونسية ان الاجتماع بحث الوضع الامني الاقليمي على اثر الزياره التي اداها قائد الافريكم الى ليبيا حيث اكد الحزقي على ثوابت الموقف التونسي القائمه على دعم الشرعيه في ليبيا ووجوب التسويه السياسيه والاخذ بعين الاعتبار مصلحه الشعب الليبي مشددا في السياق ذاته على رفض تونس لكل اشكال التدخل العسكري الاجنبي وكل مشاريع التقسيم من جانبه اكد قائد الافريكم تطابق الموقف الامريكي مع موقف تونس مؤكدا حرص بلاده على دعم جهود وقف النزاع المسلح والبحث عن التسويه السياسيه قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إن تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت ألاف المسلحين المرتزقة إلى ليبيا بوريل أضاف في تصريح خلال مقابلة على هامش منتدى بروكسل 2020 أن تركيا أرسلت سبعة ألاف جندي إلى ليبيا للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في طرابلس. الثامنة متواصلة فيها بعد فاصل قصير السعودية تعلن إقامة موسم الحج هذا العام للمتواجدين داخل المملكة فقط أهلا بكم مشاهدينا من جديد أعلنت وزارة الحج السعودية أمس عن نيتها إقامة موسم الحج لهذا العام واضحة أن أداء الشعيرة سيكون بأعداد محدودة جدا سيقتصر على الراغبين في اداء المناسك من مختلف الجنسيات ممن يتواجدون داخل المملكه العربيه السعوديه فقط. هذا واوضحت الوزاره ان هذا القرار تم اتخاذه نظرا لاستمرار مخاطر جائحه كورونا وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بالعدوى حول العالم وللحفاظ على الامن الصحي العالمي خاصه مع ارتفاع معدل الاصابات في معظم الدول. تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تسعة ملايين إصابة في حين خففت دول عديدة من إجراءات الحجر الصحي حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريوسس من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم متوقع أن تمتد أثاره الاقتصادية والاجتماعية عقودا من الزمن آخر الإحصائيات ومسجدات فيروس كورونا نتبعها في هذا التقرير حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم تتخطى تسعة ملايين حالة في تسارع ملحوظ لارتفاع الإصابات تزامنا مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح كثير من القطاعات في دول العالم منظمه الصحه العالميه حذرت من تسارع وتيره الاصابات بفيروس كورونا مشيره الى ان العالم احتاج للوصول الى المليون الاول من الاصابات الى اكثر من ثلاثه اشهر لكن جرى الابلاغ عن المليون حاله الاخيره في غضون ثمانيه ايام فقط وتوقع مدير عام منظمه الصحه العالميه تدرس ادهنوم خلال اعمال منتدى الصحه الرقمي الذي نظمته القمه العالميه للحكومات عن بعد في دبي ان تدوم الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه للوباء لعقود لافتا الى ان اكثر ما يهدد العالم في مواجهه الاوبئه هو ضعف التضامن العالمي وبحسب موقع وورد ميتر المتخصص في اعداد اهم الاحصائيات العالميه فقد بلغ عدد الإصابات صباح اليوم الثلاثاء تسعة ملايين ومئتين وستة ألفا إصابة وتصدرت الولايات المتحدة أعداد المصابين بحوالي مليونين وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفا ومئتين وخمس وخمسين إصابة بينما بلغت أعداد الوفيات فيها أكثر من مئة واثنين وعشرين ألفا وأعداد المتعافين أكثر من مليون وخلفت الجائحة حوالي 474960 وفاة حول العالم في الوقت الذي اعلنت فيه بعض الدول عن بدء موجة ثانية من الفيروس ما يثير المخاوف من خروج الجائحة عن السيطرة والعودة إلى الإغلاق. توقعت منظمة التجارة العالمية أن أن تسجل التجارة في العالم تراجعا تاريخيا بنسبة 18.5% خلال النصف الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا إلا أنها أكدت أن الانكماش سيكون أقل خطورة من المتوقع بفضل استجابة الحكومات السريعة قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزفيدو في بيان له إن انهيار التجارة الآن سيكون الأكبر على مر التاريخ وبحسب الإحصاءات الأخيرة التي قامت بها منظمة التجارة العالمية فقد تراجع حجم تجارة البضائع بنسبة 3% على أساس سنويا في النصف الأول من العام ختام النشرة إلى العناوين. ثلاث وفيات وثمان وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا في أقل من ثمان وأربعين ساعة اللجنة الطبية تصدر تعليمات بإبقاء المصابين والمخالطين في منازلهم بالمناطق التي لا يتوفر فيها عزل صحي. والنجار يصف الوضع الوبائي في سبها بالخطير بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. نهاية النشرة مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة كان معي في تقديمها فاتن اللامي وأحمد جوحان في أمان الله إلى اللقاء